أنا هلغي لك مؤسسة الرئاسة كلها. عايزين يحطوا في الدستور إن الرئاسة بدل ما تبقى رئيس تبقى مؤسسة، الرئيس بشوية مستشارين وشوية مساعدين وشوية نواب، ويبقى حكم جماعي يقرروا الدستور. مين اللي عايز يعمل كده؟ المجلس الاستشاري. باستشاري لمين؟ للمجلس العسكري. طب مين المجلس الاستشاري ده المحترم؟ احنا انتخبناه؟ لا. طب المجلس العسكري انتخبناه؟ لا. طب عايزين يصدروا مؤسسة رئاسة، عايزين يصدروا رئيس الجمهورية القادم بحاله، ويبقى الشعب يختار زي ما هو عايز يختار، واحد بغير سلطات. ليه؟ لأنه مصمم يتسلط على الدستور. الأمر يا إخواني الأخطر أنه عايزين يحطوا في الدستور حاجة خطيرة، وضع خاص للجيش، وضع خاص للجيش، وضع خاص للقوات المسلحة. ليه؟ هو أنا مش زي فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا وفنلندا واليابان أنا إيه؟ أنا مين يعني علشان تبقى الدولة الوحيدة اللي جهة الخدمة عندي تتحول إلى جهة سلطة؟ كل حتة الشرطة خدمة، والجيش خدمة، والطب خدمة، والقضاء خدمة. في الدستور تحط السكينة على رقبتي وتقول لي قبل ما سلمك السلطة لازم اتفاقات الغرف المغلقة مع الفصائل، اللي تقول لي ادي للجيش وضع ولا اتنين ولا تلاتة، حصن ميزانيته من المحاسبة وحصنه من المحاسبة وحصن مش عارف ايه، وادي له سلطة على ايه، واقسم البلد نصين. انا مستعد ادي الجيش فعلا بعض الاشياء، بس الشعب انا اللي اديها له، الشعب هو اللي مش يبقى يا اما كده. ولذلك احنا في حالة اكراه سياسي. هو ده عرفته ليه احنا عندنا مصيبة؟ احنا ليه خايفين وقلقانين؟ لان الاوض المقفولة والحوارات كل يوم بتقول للناس عايزين تستلموا السلطة هنسلمها لكم، بس كذا نفع مندوب من السلطة يكلمنا بيجي مندوب من السلطة، ما نفعش يجيبوا مندوب من امريكا، مرة بيرنز ومرة كارتر، ما نفعش يجيبوا مندوب من الفصائل السياسية منها فيها. المهم في الاخر كلنا كده ما نبقاش نساوي حاجة. ونحن يشهد الله، يشهد الله، انا على الاقل لا املك الا نفسي واخي، لو قرروا ان يضعوا الدستور على رغم اعناقنا فلتنقطع اعناقنا كراما بدل ان نعيش اذله. ولذلك عز مصر، عز مصر، عز مصر، عز مصر، حازم حازم عز مصر، حازم حازم عز مصر، حازم حازم عز مصر، حازم حازم عز مصر. ولذلك ولذلك أيها الإخوة، ولذلك أيها الإخوة الذين يقولون لنا، ما تقولوش الشعرات دي حسن، الذين يقولون، الذين يقولون لنا، هذه رسالة الآن إلى إخواننا في كل مكان، إلى الأحزاب وإلى الأفراد، أقول لهم كل الذي نطلبه أن نكون شعبا كبقية الشعوب، أن نكون شعبا كبقية الشعوب، هو الذي من حقه أن يحدد. أنا يا أخي عايز أعامل، عايز أعامل السيد المشير والسيد الفريق زي ما بعامل سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. في حاجة أحسن من كده؟ سيدنا عمر بن الخطاب نص متر كستور خلاهم يوقفوه ويقولوا له قول لنا الأول جاي منين. سيدنا عمر بن الخطاب لما قال لهم اضربوا الراجل سيدنا علي وقف له قال له ليس لك هذا. أمة، مش عشان أنا بحب سيدي أبا بكر وسيدي عمر أجاملهم على حساب الحق، إحنا مش ضد، بالعكس
أولاً، القوات المسلحة المصرية هي شرف لهذه الأمة لأنها الرباط. لكن اسمعوا يا إخواني، نحن نتكلم فقط عن حقنا، نحن لسنا عبيداً، نحن أحرار. عمر بن الخطاب أوقف رئيس الجمهورية عمرو بن العاص لأنه بيقول له متى استعبدتم الناس، وهو ضرب شخص، طفل واحد، ابن، ومش عمرو ده، ابن عمرو ضرب ولد صغير، بس ولد ضرب ولد، طفل ضرب طفل. عمر يقول له متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. احنا النهاردة بنقول لهم لو سمحتوا ما تستعبدوش البلد كلها بانه يتحط الدستور كده، يا فيش تسليم سلطة. حق ولا مش حق؟ والله حق. الشعب يريد حاكم اسماعيل، الشعب